بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء طلاب الصف الثاني السنة. إن شاء الله النهاردة معنا تيست on unit 1 أو اختبار unit 1 من كتاب المعاصر، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في البداية كلنا يريد اللي مشتركش في القناة يعمل سبسكرايب، ولو عجبنا الفيديو لايك للمزيد من الفيديوهات وللتواصل. نمبر 1، the immune system can space when there is a virus in the body. طبعا الجهاز المناعي بيستجيب لما يكون في فيروس بيهاجم الجسم او في الجسم، يبقى هنا بوست يعني يتباهى، ولا رياكت طبعا رياكت يعني هنا ايه يستجيب، او طبعا هنا رد فعل يعني. don't be strict، ما تكونش صارم all the time طول الوقت. you need some space to be able to adapt to different situations. انت محتاج ايه عشان تكون قادر على انك تتكيف مع كل المواقف؟ طبعا sickness اعياء، flexible مرونة، sick ولا resilience يعني هنا طبعا هنا resilience يعني المرونة نفسها كنون، some resilience لكن flexible شخص مرن اللي هو flexible. I think he has got a space so he needs to rest. I think he has got، اعتقد ان عنده ايه، so he needs، محتاج to rest يعني يرتاح. يبقى he has got infections، ولا infections ده معدي؟ لا، انا عايز الاسم نفسه زي ما انا قلت infection. infection اللي هي العدوى. I am exhausted، انا مرهق. I feel a space pain all over my body، انا بشعر بألم شديد او حاد في كل جسمي. a sever طبعا هنا a sever pain، sever يعني حاد او شديد اللي هي letter B، لكن طبعا كلمة sever دي طبعا كلمة sever الاولى دي معناها قطع او طبعا تمزيق شيء، فطبعا sever، لكن انا عايزة sever يعني شديد او حاد. we can space our immune system by eating fruit and vegetables. ممكن ان احنا ندعم الجهاز المناعي، يبقى boost بتساوي support بدبل O. healthy food can help to support our space system، طبعا اسمه ايه immune system، جهاز المناعة. in a space اسم المقال، you try to convince، بتحاول تقنع the reader of your point، هو يقنع يبقى persuasive يعني اقناعي. you space take photos here it's a military area، يعني لا يجب ان انت تلتقط صور هنا، دي منطقة عسكرية، يبقى you mustn't لان فيها prohibition تحريم. you space to pay to go to the museum it's free to enter، بالمجاني يبقى مش ضروري او مش محتاج. you need، طب need انت مجيش معاه to، you don't مجيش معاه، you don't have to، لكن need انت have to pay، لا you don't have to، ليس من الضروري او عدم ضرورة. I space get up very early on the school days I have to، طبعا ده إلزام خارجي، يجب أن أنا أستيقظ مبكرا كده في أيام المدرسة، يبقى I have to. the operation will space done under an anesthetic، طبعا اللي هو المخدر. the operation will have to be، will have to، ضروري ان هي تؤدى. she space worry about the traffic she has plenty of time to get here، عندها وقت، يبقى she has to worry ولا مش ضروري she needn't worry، she needn't worry طبعا هنا ليس من الضرورة needn't، والمصدر لعدم الضرورة في present المضارع لأن بيقول لنا has مضارع. I missed the train، أنا فاتني القطار this morning so I space go to Alex by bus، عشان كده اضطريت إن أروح اسكندرية. missed ده ماضي، يبقى so I had to، I had to يعني كان ضروري أن في الباست الماضي. believing it wasn't necessary in the past football collapses base players hearts. believing it wasn't necessary يعني مش ضروري. in the past football clubs، في الماضي الأندية كرة القدم، players hearts needn't check يعني مش ضروري تفحص، ولا didn't have to، طبعا هي ماضي ما ينفعش needn't، احنا عايزين ماضي. didn't have to check ولا needn't have، طبعا هو مش ضروري، يبقى didn't
لكن needn't have فحصوم ومش ضروري، لا ده هي مش ضروري خالص، يبقى didn't have to. Minna's base more salt to the soup we couldn't eat it. Minna ما كانش ضروري تحط ملح كتير مش قادرين ناكله، يبقى ايه حاجة في الماضي برضو needn't have added، ما كانش ضروري ان اضيف الكثير. نيجي عندنا للباسج، read the following then answer the questions. For most of us the idea of soup which stops us getting ill or crisps which relax us is like something from a science fiction film. For most of us لمعظمنا the idea فكرة of soup فكرة الشوربة which stops ان بتوقف us getting ill ان احنا نصاب بالمرض or crisps المقرمشات which relax us اللي بتخلينا مستريحين كده او مسترخيين is like something from a science fiction film كأنها من فيلم ايه علمي. However those food products are known as functional foods، هذه المنتجات من الأطعمة من المنتجات بتسمى أطعمة أو تؤدي وظائف which may already be on menus بتكون في القوائم on grocery shelves في رفوف البقالة. In today's world في عالم اليوم we all know that our diet affects our health، عارفين إن النظام الغذائي ده بيأثر على الصحة. Therefore food companies are taking advantage of this fact. They have already started to use ingredients in their products which will offer طبعا هنا extra health benefits يعني فوائد صحية أكثر to their customers للزبائن. For example على سبيل المثال orange juice already contains vitamin C، عصير البرتقال فعلا بيحتوي على فيتامين C، but now you can buy orange juice with added طبعا هنا but now you can buy orange juice with added calcium يعني كالسيوم مضاف to strengthen your bones لتقوية العظام and teeth الأسنان. Of course there are some people who believe that functional foods يعني بالطبع there are some people بيوجد بعض الناس بتؤمن that functional foods ان الأطعمة functional لها وظائف are a bad idea فكرة سيئة. They claim بيدعوا that products such as these can be dangerous ممكن تكون خطيرة as people may end up taking more vitamins يتناولوا منها الكثير من الفيتامينات than they need أكثر مما يحتاجوا and may damage their bodies وتدمر أجسامهم as a result كنتيجة. Nevertheless ومع ذلك functional foods will become an increasingly بتتزايد popular لها شعبية and supporters مؤيدين feel that it won't be long before يعني لا تستمر فترة طويلة before there are foods يوجد الكثير يوجد أطعمة which prevent cancer بتمنع الكانسر مرض الكانسر اللي هو أعوذ بالله السرطان protect eyesight بتحمي النظر and much more والكثير. Adding calcium إضافة الكالسيوم to orange juice strengthen our طبعا ب teeth only bones muscle طبعا teeth and bones وجابها لنا في ال passage bones and teeth. All of us كلنا are space of the influence of our diet on our health طبعا كلنا aren't aware of غير واعيين aware less aware طبعا هنا يعني عندنا وعي ايه قليل يبقى less aware يعني لدينا وعي قليل less aware. يبقى all of us not aware ولا unaware ولا aware ولا less وعي أقل طبعا هنا all of us aware على وعي. Some food companies بعض الشركات الأطعمة benefit from functional foods by بتستفيد من الأطعمة offering extra health advantages بتعرض مزايا صحية أكتر reducing vitamin تقلل الفيتامين helping customers save more money توفر مال helping customers consume يرشدوا طبعا هنا offering بتعرض مزايا أكتر يبقى هنا إيه offering more health advantages to their customers. The word increasing the تزايد can be replaced by more or less
ولا less and more ولا less and less ولا more and more. طبعا increase increasing يتزايد يبقى more and more يعني أكتر وأكتر. Functional foods may protect us from بتحمينا disease such as cancer. طبعا هنا curable يعني قابل اللي هو للشفاء ولا cure يشفي ولا incurable يعني معرض ل أو عارض لأن هو يشفى. طبعا هنا incurable يعني قابل للعلاج. A suitable title for the passage can be يعني عنوان مناسب للباسج. The advantage of functional foods. The disadvantages food. Functional foods in science fiction. A new type of foods. نوع جديد من الأطعمة. طبعا هنا a new type of foods. The underline word added. Add يعني يضيف. And this passage is used as. طبعا هنا verb. هل هي كانت فعل موجود معنا ولا noun adverb ولا ظرف ولا adjective. نقول كده but now you can buy orange juice with added calcium. calcium ده اسم يبقى قبله ايه صفة يبقى هنا adjective يعني calcium مضاف. طبعا هنا it's an adjective. the underlined word they refers to companies الشركات ولا عندنا products customers ingredients. نرجع للباسج ونجيبها من القطعة ايضا عشان ما نتلخبطش. هنا بيقول لنا في therefore food companies are taking advantage of this fact they have already started. هم بدأوا من ده اللي هي الشركات يبقى هنا companies. choose the correct Arabic translation. الترجمة العربي الصح. experts believe that Egypt has the potentials to become a global hub for producing green hydrogen. It's a renewable source of energy that causes no pollution. يعتقد الخبراء أن مصر لديها القدرة على أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. إنه مصدر متجدد للطاقة ولا يسبب أي تلوث. يعتقد الخبراء أن مصدر أن مصر لديها القوة. طبعا هي potentials قدرة. يعتقد الخبراء أن مصر لديها القدرة على أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج هنا الاستهلاك. طبعا هو بيرديوس إنتاج فدي خطأ. يعتقد الخبراء أن مصر لديها القدرة على أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. إنه مصدر غير متجدد. طبعا إنه مصدر رينوبل متجدد يبقى دي أيضا غير متجدد خطأ يبقى ليتر A. بالنسبة عندنا يجب على العلماء ابتكار أساليب خلاقة لتوفير الغذاء لعالم متزايد السكان. فلم تعد الطرق التقليدية في إنتاج الغذاء فعالة ولا حتى كافية. Scientists must devise creative ways to provide food for growing world. طبعا هنا growing world يعني عالم متزايد. Traditional methods of food introduction. طبعا هو production إنتاج طبعا دي خلط خطأ. scientists mustn't طبعا لا يجب طبعا هي must. scientists must advise طبعا advise دي معناه ينصح وadvise يعني يبتكر فدي خطأ دي advise. scientists must devise creative ways to provide food for growing world. traditional methods of food production are no longer effective or even sufficient. يبقى هنا letter A letter D. بالنسبة لأسئلة القصة معانا. Why do you think King Lear asked his daughters to show how much they love him? ليه؟ عشان تو يعني ليه بتعتقد طبعا كلها أسئلة تفكير. ليه بتعتقد إن كينج سأل بناتهم يوضحوا له كده وكل واحدة تقول له كم كمية حبهم. طبعا هنا he wanted to know their love to him. عايزين يعرفوا أو how much they love him يعني عايز يتأكد من كمية حبه ليهم. أو who loved him more من اللي بتحبه أكتر. طبعا هنا to know who loved him more يعني من اللي بتحبه أكتر. What does Cordelia represent in Kangler? Cordelia بتمثل إيه البنت دي؟ طبعا هنا love loyalty ولا honest أمانة يعني كل الصفات الكويسة في البنت Cordelia. يبقى honest ممكن أقول honest truth حقيقة and
loyal loyalty. يبقى هنا honesty, truth and loyalty يعني بتمثل الأمانة والصدق والولاء. Do you think King Lear was wise؟ هل الملك ده كان حكيم؟ No, because he didn't know the truth، لأنه لم يعرف الحقيقة. Who loves him more؟ يبقى نقول ممكن نقول هنا no as his daughters didn't say the truth ممكن نقول هنا his two daughters البنتين ممكن نقول his two daughters Cordelia General and Regan didn't say the truth يبقى as his two daughters General and Cordelia and Regan sorry and Regan يبقى هنا no as his two daughters general and Regan didn't tell the truth يعني لم يقولوا الحقيقة or they طبعا هنا نقول tricked him يعني خدعوه be their words بكلامهم. طبعا اي اجابه تقبل لان طبعا زي ما احنا عارفين ده اسئله تفكيريه يعني اي اجابه بس تكون من وجهه نظرك بتعبر عن الجزئيه اللي معانا. Write an essay about 180 words on the following suggested ways to overcome the food shortage problem يعني اقترح طرق للتغلب على مشكله نقص الطعام. ان شاء الله انتظروا عندنا على القناه ومن هنا وصلنا لنهايه يونت 1 وانتظرنا مع يونت 2 thanks and goodbye.